ورحمة الله، مرحب بكم مجددا في منبر مبادرة الباحثين السودانيين. اليوم 31/5/2019، زي ما نقول دائما اخوانا، سقطت ما سقطت صابينا، سقطت ما سقطت صابينا. حرية، سلام وعدالة، مدنية قرار الشعب. حرية، سلام وعدالة، والوعي قرار الشعب. المحاضر بتاعنا القادم اللي هو دكتور فهد صالح صابر، الباحث في معهد أبحاث الطاقة الذرية، وحيكلمنا عن الطاقة الذرية لأغراض السلمية. تفضل دكتور فهد. مشكور، رحب بيه أخوانا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للشباب الواعد على المحاضرة القيمة عن education. نتمنى انه education في السودان، تعليم في السودان يحصل له نوع من انواع الاهتمام الحكومة الجاية، والناس تستمتع بالتعليم المجاني. طيب، هيئة الطاقة الذرية، اسمها هيئة الطاقة الذرية، هي مؤسسة حكومية تتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعندها ارتباط بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. ما كل الناس عارفين عن الطاقة الذرية والطاقة النووية، استخداماتها وفوائدها ودورها في تطور الإنسان والبيئة. وما كل الناس عارفة الطاقة الذرية السودانية للأسف الشديد. الطاقة الذرية السودانية تقريبا تأسست سنة 1958. السودان طبعا كل مرة ماشي لورا، عملت صيغة من صيغ التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ومذكرة التفاهم سنة 58، واتعملت لجنة للطاقة الذرية في سنة 72. بعد ذاك بدأ التطور لها على مر السنين. طاقة ذرية عندها مانديت، يعني عندها تفويت، يعني عندها وظيفة معينة بتعمله. يمكن كل الناس بتخاف من الأسامي ذرية ونووية. فعلا يعني الذرة والنووي مرتبط بالأسلحة وبالحروب وبالدمار. لكن الطاقة الذرية عندها استخدامات وإسهامات كبيرة في حياة الإنسان وفي رفاهيته. وأكبر مثال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء واستخدامات الطاقة الذرية. بالنسبة لكم أنا هحاول أكون أتكلم بلغة بسيطة ومفهومة للناس. كثير من الدول العالم التقدم حسي، وحتى developing countries، بتعتمد على التوليد النووي للكهرباء لأنه ما مكلف وطاقة نظيفة يعني، وما بتحتاج لمشاكل مالية كثيرة ومشاكل اجتماعية، يعني بتوفر المشاكل بتاعت السدود والفيضانات والقرى اللي بتتهجر. وكثير من الناس بيسمعوا باستعمالات الطاقة الذرية في الطب. أنا أصلاً باحث، أستاذ جامعي في الطب النووي وطبيب، وكلنا نعرف الإكس راي
نعرف الرنين المغناطيسي شعر المقطعية ودوره كبير في التشخيص والعلاج في الطب وكذا. أشرح لكم بطريقة سريعة كونها طاقة ذرية سودانية. للأسف الشديد قبل ما أخش مبارح في أسف الشديد يعني تفاجأنا إنه مجلس العسكري في المؤتمر الصحفي بيتكلم على تسريب إشاعي. عندنا مكاتب بتاعت تابعة للطاقة الذرية هنا جنب داخلية البركس المسيح في المعلم, ويتكلموا قالوا معلومات خاطئة ومروعة لكل السودانيين وكل الناس المعتصمين, انه في ناس خشوا المباني بتاعة الطاقة الذرية وكسروا القزاز, وفي مصادر مشعة في تسريب. ده كله كلام ما عنده أي أساس من الحقيقة للأسف الشديد. وطلع بيان الليلة باسم العاملين في الطاقة الذرية الباحثين والدكاترة والفنيين والإداريين إنه الكلام ده غير سليم, ما معروف المراد به وشنو, إنه يخوفوا الناس ويرهبوهم وكده ويقولوا في تفلت وفي إشعاع والناس خافوا ما تجي لهم. فحبينا نوري الناس اللي هنا الموجودين